فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل كل من سب الدين أو أنكر السنة فقد كفر؟ نعم. يقول: هل كل من سب الدين أو أنكر السنة فقد كفر؟ لا في شك هذا، من سب الدين أو أنكر السنة فإنه يكفر، لأنه جاحد للسنة، وأيضا هو يسب دين الله الذي اختاره لعباده، فهو يسب ما اختاره الله لعباده وشرعه لعباده، فهذا سب لله جل وعلا، تنقص لله، لا شك في كفره. نعم.